Mandé yo hacer parte del Alto Aui, dos o tres veces que te tengo un apetito que te digo. La gente se te ha dicho me tiene. طبعا كل زملاء درسين احياء نعرف الديانين والمادة الوراثية توجد في كل مخرج من مخرجات الحية وعبارة عن سلسلة من النيوكليوتيدات يكون بنقل صفات وراثية من الآباء إلى الأبناء ومن جيل إلى جيل آخر. الدي ان اي الآن أصبح هو العلم المعاصر الكل بيعرف الدي ان اي عم يصور حتى عم يصور الأطفال أو يشوف المسلسلات البرامج التلفزيونية الكل بيشتغل على الدي ان اي حتى في تصنيف المخرجات الحية الآن بلشوا يتصرفوا مخرجات الحية بناء على الدي ان اي. ففي التجربة الأولى الدي ان اي حنتطرق ل نبات الفراولة اللي صارت من الدي ان اي اختار نبات الفراولة لأنه في عدد الكروموسومات في النبات وعددها وفية وكلما زاد عدد المجموعات الكروموسومية كلما كان أسهل إلا بالحصول على الدي ان اي. في تجربة الأولى طبعا في كل تجربة يا إخوان رح أكون أنا بطاقة السلامة حتى نتعامل مع هيك تجربة نتعامل مع سكين مع مواد مع صبغات مع صبغات فراولة في صبغة كحول سكين صابون هاي المواد كلها مواد كيماوية لذلك حتى نقوم بهي التجربة على أحسن طريقة من نعبي بطاقة السلامة فيها شو الإجراءات المفروض نتبعها قبل ما نبلش التجربة تبعها ونوزع هيك الأوراق معنا دقيقتين لتعبئة بطاقة السلامة تلاميذ عندنا ترى كلكم اساتذه كلكم كبار ها احنا
احنا نمارس الغرض منها يعني فقط يعني كيف ندير حصة عملية فقط. ناخذ الكيس البلاستيكي نضع الفراولة فيه
تدريب شوي كمان الكيس احتمال يفتح معنا. نسكره باحكام. بقوم بعملية هبس للفراولة بدينا هذه. ممكن تحضير محلول الملح بالمية لتوفير الوقت، ممكن أو نتاخد خطوة خطوة. الآن كل ما كانت المية بنحاول تكون المية ساخنة شوية فاتنة شوية، الماء الفاتن بيساعد على الماء الساخن بيساعد على تكسير الجدار الخلوي والغشاء اللي لازم الخلية. طبعا احنا هلا عبارة عن نبات فيه له غشاء لازم جدار خلوي وغشاء بلازمي عشان نحصل على الدي ان اي بنكسر الغشاء بين الجدار الخلوي، فلما تكون المي سخنه بيساعد على عمليه تكسير. المره الماضيه عملتها في مي عاديه، مي عاديه وكانت الحمد لله نتائج كثير رائعه وتوعد عندنا الدي ان اي بطريقه مطلوبه. قبل سنتين ثلاثة بكون عملت تجربة دائمية، فأنا يعني دائما بتوقع الدائمية إنه هذيك الدائمية زي ما عملناها بالجامعة لحم وسنترفيوج ومش عارف ايش، فبقول له اسمع التجربة يعني عملية بتعطي تجربة مش سهلة، فنظراته مش مريحة. نظراته كانت مش مريحة يعني مثلا لسه لغاية الدائمية مش عاملها في المدرسة. فرحت على النت حطيت استخلاص الدائمية تطلع العملية ممكن تنعمل بكل سهولة. يعني اي واحد ممكن يعملها حتى في البيت ممكن واحد يعملها، وعندي طلاب عملوها في وجابوها. يعني الطلاب اللي قابلتهم في المستشفيات في المختبرات عملوها في البيت وجابوا لي اياها على البيت على المدرسه. اللي هم كانوا ناقصوا بس الفيتامين، كيف ناقصوا الفيتامين؟ قلت كل المواد ثلاثه سهلين من البيت بتنعمل. واكثر من طالب جابها واجوا كنت مروح فجوا لاهلي. يعني عمليه سهله جدا تراعي استغلال الدنيا. هاي خلاص حرصها. ناخذ الان معك كلمه يفضل يكون الماء ساخن، انا سخنته شوي قبل شوي. الماء ساخن بنحط تقريبا نصف ملعقه ملح طعام. نضع الان تقريبا ملعقه لملعقتين صابون جري. طبعا صابون جري
هدف من اضافته اساسه ايه؟ لان من احنا اللحم والزفر والشيء اللي بنستخدمه بس بدينا في صابون مشان زيت الدهون. اللي احنا بنشال الدهن يحتوي على دهون. الهدف من استخدام الصابون الجلي هو مشان نخلص المشان الدهن من الدهون مشان والغلاف ده كمان يحتوي على الدهون مشان الدي ان ايه يتحرر الى خارج الغشاء النووي. احنا الان اذا الان لما سهرنا الفراولة كسرنا الجدار الخلوي والمن اللي قطعناه لما نضيف الملح والصابون بيساعد على التكسير النهائي بالاضافه للصابون. طبعا بنحاول نكسر نحرك بهدوء ما نكورش بعض. الفقاعات بتكسر الدي ان اي فقاعات الصابون بتكسر الدي ان اي فبنحاول نحرك بسهوله حتى لا يتكور البقعات. لما ضفنا صابون الجلي مشان نخلص الغلاف النووي من الدهون. نضيف الان المحروس ما خلصنا من السلعه قراولي بده هرس اكثر. الان عم نعمل على تكسير الجدار الخلوي، نعمل على تخليص الغشاء الخلوي من الدهون. نصبر عليه دقيقه دقيقتين حتى انه يتم عمليه الاستخلاص اكثر واكثر. بإمكان كمان إنه نعمل بدون الكاس الزجاجي، ممكن نحط المي المحلي الملح والماء نحطه هنا ونسكره حتى بتكون ممكن تكون أضمن كمان لأنه بقايا الفراولة كثير ضلت هنا مصورة والمفروض ضلت معظمها هنا، هي كمان من الأخطاء اللي قلت لك في الترجمة، يعني إنه في كثير ممكن تعمل تحط المي بشرط في الوعاء، تحط المي هون في الكيس ونسكر عليه ونعمل خاض الشيوب وبعدين بنعمل عملية ترشيح. ممكن اكثر من خطوه، ممكن كمان احنا كبرنا الكميه ممكن تعمل حبه فراوله وحده، تكون تجربه لها تكون مو باختبار بدل ما كلها الشغله هي تكون مو باختبار يعني 10 مل ماء ممكن تعطينا الفائده المطلوبه من التجربه. الان بناخذ ورق ترشيح بنرشح المزيج والمحلول الموز كمان سهل والكيوي ممكن نعمل الموز والكيوي عشان نعرف نعمل مقارنه بين الفواكه والنباتات ممكن نعمل اكثر من نفس الوقت اكثر من فاكهه.
فراولي مويس كين كما نستعمل حجم المستخلص اي مستوى نعم يعني عمل اكثر من ده شو مين دي ان دي تبع عمل كل هاندا كيف قصه الكميه والوزن يكون مثلا اخذنا 20 جرام من الفراوله 20 جرام كيلو 20 جرام عشان نكون عددنا بالكتله ونشوف الدي ان اي وين يكون اكثر في الدي ان اي استخلاصه كنت طبعا ظروف دقيقه جدا لما نعمل عمليه مقارنه الآن استخلصنا المرشح حطيت جنبك قشرة الروبيتية لأنه تقريبا نفس الكمية من الكحول تقريبا نفس الكمية من الكحول لأنه تقريبا 75 من حبوبنا وتقريبا 75 من الكحول الايثيلي. الان الكحول الايثيلي طبعا الدي ان اي يذوب في الماء. الان الدي ان اي دايب في الماء. الان بناخذ الدي ان اي بنستخلص الدي ان اي بنضيف الكحول الايثيلي الكحول الايثيلي عمل على ترسيب الدي ان اي. ان شاء الله تمشي لما نضيف بهدوء الكحول الإيثيلي على المحلول بعدين أخبار في حد شايف شيء
ممكن اشوف بتاع الحسن اشوف بس تطلع ده وريني قدام الكاميرا بس كده. ماشي تسلم. Thank you.